الإمام الرضا صلوات الله عليه كان هنالك في زمانه فقيه يقال له ابن رامين. ابن رامين فقيه من فقهاء العامة. قال الإمام الرضا صلوات الله عليه لابن رامين: النبي صلى الله عليه وآله عندما خرج إلى خارج المدينة استخلف عليها أحدا؟ قال: نعم. النبي صلى الله عليه وآله كان يطلع إلى سفرة، إلى غزوة، كان يعين الخليفة على المدينة. مدينة بلدة صغيرة في ذاك الوقت. كم يوم النبي صلى الله عليه وآله طالع عين؟ قال الإمام الرضا لابن رامين أنه لما لم يجمع الناس ويقول لهم: انتخبوا أحدا، كيفكم؟ فد واحد، أنا دا أطلع أروح إلى غزوة، إلى تبوك مثلا، أنتوا انتخبوا واحد. ولم يقل لهم إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، لأن يقولون لا تجتمع أمتي على ضلالة. خب، إذا أهل المدينة اجتمعوا على واحد، أنتوا اجتمعوا على واحد، الحق في موقفكم. لماذا لم يجمعهم ويقل لهم انتخبوا أحدا منكم؟ لأنكم لا تجتمعون على ضلالة. فقال ابن رامين: خشي عليهم الفتنة. ذول جماعات سنوات طويلة متحاربين، الأحقاد في القلوب، الإسلام غير ظاهرهم لكن ما غير باطن كلهم. أكو مهاجرين، أكو أنصار، أكو أوس، أكو خزرج. في زمان النبي وأمام النبي أرادوا أن يتقاتلوا، حروب، أحقاد قبلية، ذول قبائل في زمان النبي أمام النبي أرادوا أن يتقاتلوا. راجعوا البخاري في باب غزوة بني المصطلق، أنصاري ويا مهاجر تعاركوا أمام النبي، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقام الأنصار وقام المهاجرون وأرادوا أن يتقاتلوا أمام النبي صلى الله عليه وآله. هذا في صحيح البخاري، الصحيح اللي يسموه الصحيح، يعني هو الحجة بعد كتاب الله. الأحقاد كانت موجودة. قال ابن رامين: خشي عليهم الفتنة. قال الإمام الرضا صلوات الله عليه: خوب، بس إذا صار فتنة بينهم، نزاع بين أوس وخزرج ومهاجرين وأنصار، بعد ما كان يرجع كان يصلح بينهم. مو قال خشي عليهم الفتنة، قال خو النبي يرجع من السرية، من الغزوة، من المعركة، يصلح بينهم. فقال ابن رامين: ذلك أوثق. خو واحد من البداية يمنع أمام النزاع، ليش يخلي يصير النزاع ثم يصلح بينهم؟ من البداية يقول علي بن أبي طالب هو الخليفة في خلال غيابي عن المدينة، أنا أطلع من المدينة، فلان خليفتي فاسمعوا له. هذا أوثق. ليش يتركهم يتنازعون وتحدث الفتن وتحدث الاضطرابات ثم يصلح بينهم؟ فأخذه الإمام الرضا، مو يعني أخذه بيده، لا، يعني أخذه بالحج. قال: فموته أعظم أم سفره؟ موت أعظم لو سفر. النبي سفر كم يوم كان يخشى عليهم الفتنة، ولكن دا يموت ويترك كل شيء ولا يخشى عليهم الفتنة. والنبي قال للناس: أنا دا أموت. في غدير خم شنو قال؟ قال: إني يوشك أن أدعى فأجيب. يعني كان يشعر أنه دا يموت، الوحي أخبره بذلك.
وصرح بذلك، ففي سفر متواضع يخشى عليهم الفتنة ويعين عليهم واحد ولا يترك لنظام الشورى مدخلا في القضية، ولكن في سفره النهائي في غيبته النهائية يترك الأمة هكذا. هذا معقول؟